أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب الذي تشن على الدولة اليمنية والشعب، وقال لن يزيدنا هذا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار. وأشار رئيس الوزراء إلى سلامة جميع أعضاء الحكومة المتواجدين في العاصمة المؤقتة عدن. إلى ذلك قال مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي إن الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أثناء وصول الحكومة لمزاولة عملها من العاصمة المؤقتة عدن يكشف حجم الضرر الذي أصاب كل من لا يريد لليمن الخير داخليا وخارجيا من تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة. وأضاف المخلافي إن الإصرار على أن تقوم الحكومة بدورها من عدن وكل مؤسسات الدولة هو الرد المناسب. بدوره قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إن العمل الجبان الذي حدث في مطار عدن اليوم يزيد المخلصين لليمن إصرارا على المضي قدما، ولن يثني الحكومة عن أداء واجباتها ودورها وممارسة مهامها. أكد رئيس مجلس النواب أن كل مؤسسات الدولة يجب أن تتواجد في عدن كرد على المجرمين والإرهابيين الذين لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.